السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا الخبر الذي يتحدث عن زوجة محمد الصرفي. من هي زوجة محمد الصرفي؟ الكثيرين من الجماهير ومن النشطاء يريدون أن يعرفوا من هي زوجة محمد الصرفي. ومحمد الصرفي ممثل معروف ومقدم برامج بدولة الكويت الشقيقة، وهو يعني ظهر وبدأ حياته الفنية في عام 1997، وحصل على دور مميز في بعض الأعمال الدرامية والفنية مثل ضلق سهيل، ولكن زادت شهرته خلال عام 2001 عندما شارك في مسلسل جرح الزمن. وجدير بالذكر أن هذا المسلسل كان انطلاقة جديدة وجميلة تسببت في شهرة محمد الصرفي. وزوجة محمد الصرفي يسأل عنها الكثير من الجماهير، ولماذا هذا السؤال؟ ودائما محمد الصرفي لا يحب أن يطلع أحد على عالمه الشخصي، ولكن الكثيرين يريدون أن يصلوا إلى اسم زوجته وعمرها ويعرفون كل شيء عنها، كعادة جماهير دائما في التدخل في حياة النجوم الشخصية. ولكن يكتفي محمد الصرفي بالحديث عن نفسه في معظم اللقاءات وفي تصريحات، ويتحدث عن أعماله التي حققت نجاح كبير: برنامج صدوه، مسلسل ضلق سهيل، مسلسل الناس، البرنامج الكوميدي وسع صدرك، مسلسل دار الفلك، مسرحية شباب الجامعة، مسرحية مرتاح والمصباح تم عرضها في بعض الدول العربية، مسلسل واموتيل، مسلسل أخطبوط، مسلسل رجل وسط الحريم. هذه أعمال محمد الصرفي التي وضعت أقدامه بشكل جميل على الساحة الفنية، ولكن قد يحزن أو يزعل مني البعض أو بنظرا لأنني كتبت عن زوجة محمد الصرفي ولم أعرف من هي. هو لم يصرح عنها ولم يتحدث عنها أحد في المواقع الأخرى، لذلك نقول لكم أن زوجة محمد الصرفي قد يكون شيء غامض أو شيء يخص محمد الصرفي نفسه. عموما نحن نحيي الفنان الكويتي محمد الصرفي على مشواره الفني الجميل وأعماله التي تدخل القلوب بسرعة. وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.